تحد آخر لهيبة الدولة وإضعافا لقانونها، ظاهرة ليست وليدة اليوم واللحظة، بل مشكلة أزلية روتينية بيروقراطية مستمرة تؤرق العراقيين وترعبهم، السلاح المنفلت. فمع تنافس تجار مافيا السلاح على بيع مختلف أنواع الأسلحة والعتاد، تلاقي رواجا كبيرا في الشارع العراقي، منها لنوايا الثأر والانتقام أو لأغراض شخصية. فما هي الحكاية؟ من مدينة البصرة، مراهق في أوائل عمره رصد بالصدفة لحظة قيامه بالسرقة، بسرقة وتسليب هواتف نقالة لمواطنين تحت تهديد السلاح الشخصي، ومن يعارضه منهم يواجهه بالرصاص الحي ويجعله في خبر كان. هذا كانت هنا قصة هذا الشاب، وهنا كان للأهالي دور كبير بمواجهة هذا اللص المسلح وهو يسرق الهواتف من المدنيين. فزعة الأهالي وشعورهم بالمسؤولية كان له دورا كبيرا بإيقاف السارق والقبض عليه بعد أن أصاب بسلاحه عددا من المواطنين. اللقطات المصورة هذه ما أن انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا، حتى سار عدد من المدونين لتسليط الضوء عن الموقف البطولي الذي قام به المفوض في الشرطة أمجد راضي جبر. فخلال تواجده في سوق العشار للتبضع بزي مدني، شاهد ما حصل وتدخل وساعد الأهالي بتقييد اللص وتسليمه للأمن. شكرا أمجد، أو هاشتاك شكرا أمجد، واسم تداوله الناشطون على منصات التواصل تثمينا لدور رجل الأمن وتفانيه في عمله. عدد أيضا من التعليقات اخترناها لكم سنقرأها عليكم، ونبدأ مع أمجد الجيراني أو الجازاني، يقول: هذا الموقف البطولي للشرطي، يجب على وزارة الداخلية تكريم هذا البطل الذي سوف يتحمل كافة التبعات العرفية والعشائرية التي يقوم بها بعض شيوخ العشائر مع شديد الأسف. هاشتاك شكرا أمجد، نرفع لك القبعة على وطنيتك وإخلاصك. تعليق من عبد الله أمير يقول، أو عبد الأمير: عاشت إيديهم، هو هذا التصرف الصحيح لننعم بالأمان، وما نريد نسمع كلمة آني شعلية، خلونا نشعر بالمسؤولية كلنا، إذا كان الأمن مسؤولية الجميع تكون هكذا هي النتيجة. نسأل الله أن يحفظ البصرة وأهلها الأبطال. تعليق من نعيمة العلي تقول: بكل وقاحة جاي يفتر بسلاحه ويسلب بالناس الفقرة ويقتل بيهم، هاي نتيجة الانفلات الأمني والسلاح المنفلت وكثرة المخدرات، فبارك الله بأهالي البصرة، وكل من قبض عليه بس العشائر شلون. يا ريت الدولة تسند رجل الأمن وتكون سند إله، لأنه يحافظ على أمن الناس وأرواحهم.